احنا بنقول اللي راهو الهيكل الرياضيه كلها متجنبه بالترجي السوسي باش هو اللي يهز البطوله وتو حتى والكاس يحبوا واخروا في الطابق. هذا معناتها تكفير من الكلام نتاعنا اللي قلناه، وهذا مش معقول. على كل حال احنا بالنسبه لنا احنا كنجم الساحلي راهو نسحبوا ثقتنا كليا من اعضاء الجامعه. هذوما ناس يدوفتت الدراسيني بصراحه، معناتها نقولها ونعاود نقولها، يدوفتت الدراسيني من الجامعه هذه، ويلزم تقع انتخابات جديده ويبدلوا ناس في المستوى اللي يعرفوا كيفاش يعاملوا الجمعيات كل بنفس المستوى. مش معقول معناتها باش ثلاثه جمعيات كما قفصه وستاتينيزيا ونجم الساحلي اللي يطالبوا وبحقهم باش يلعبوا في الاجال المحدده توتا ريسبكتون لا ريجلمونتاسيون اللي هي يقول لك فريق يلعب كوب دافريك يلعب نهار الاحد ثم بس ريتراباج في وسط الاسبوع. احنا وقت اللي روحنا من جابون فرضوا علينا باش عملنا سبع مقابلات وقبلنا هذا كله، انا خاطر ديما تبقى معناتها العقليه اللي كانت قبل 14 جانفي اللي بعد الناس هذوما باقي يحبوا يكرسوها يعاودوا يزرعوها فينا احنا، دونك يلزمهم هذوما ثوره جديده باش وقتها يفيقوا، خاطر باقي مع الثوره نتاع 14 جانفي اللي ما تفهمش في الرياض. واحنا رافضين الداتا هذيك ومانيش مستعدين نلعبوا في سبتمبر الكوب باش نجم نقاطع حتى البطوله. يا خويا بيه سمعتي انا متراجي البطوله والكوب وخلينا نلعبوا بطوله نظيفه والناس كل تلعب نلعبوا على الاقل كره نظيفه بروح رياضيه وفوق البيع والشراء ولا هذه سوق دلال ولا في تونس ما مش معقوله بالكل، ونلعبوا كره على رواحنا، اعطيهم البطوله واعطيهم الكاس، مش لازم كامبين تحت التراول وكل شيء، ونلعبوا كره الناس كل تونس تلعب متفرده، علاش نقعدوا نصرفوا في المليارديرات باش يجي فلان وفلان يكمبل ويخدم تحت الطاوله ويخدم فوق الحيوط ويخدم كذا باش الترجي تهز البطوله وتهز الكوب.